أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حوارنا الثاني في حديث الأخبار، ونتحدث في هذا الحوار عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهذه الجهود الكبيرة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات في القرى الأكثر احتياجا وللمواطنين والفئات الأولى بالرعاية. لا تتوانى المبادرة عن مد يد العون لدعم وتنمية المجتمع في ربوع مصر كافة. حول جهود مبادرة حياة كريمة وكيف مثلت هذه المبادرة والتي أطلق عليها عن جدارة مبادرة القرن، كيف مثلت نقلة نوعية في حياة المواطنين، يدور الحوار حول هذا الموضوع مع ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد. أهلا بك أستاذ رفعت. أهلا بحضرتك. طيب، زي ما قلنا في المقدمة، يعني هذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة أصبحت مبادرة جامعة شاملة تضم يمكن تحت مظلتها كل المبادرات التي قدمت إلى الآن. كيف تصف هذه المبادرة؟ في البداية دعني أقدم التحية والتقدير لاختيار عبارة حياة كريمة. كلمة حياة تعني الاستمرار وتعني الانتعاش وتعني كل حاجة طيبة، أما كلمة كريمة فهي تعبر عن نظرة الدولة للمواطن، نظرة الدولة التي جسدها السيد الرئيس بمبادرته للمواطن لكي يعيش حياة كريمة تحت مظلة الدولة التي ينتمي إليها والتي ترعاه بكل السبل الممكنة. كلمة كريمة هي بتختلف عن مبادرات أخرى في العالم. مبادرة يعني ممكن تبقى حياة جيدة، حياة طيبة، ولكن حياة كريمة تعني الكرامة للإنسان المصري. وبالتالي هذا يعني أن الدولة تنظر إلى الفقراء والأكثر احتياجاً، ليست نظرة المهمشين ولكن نظرة المواطن الذي يحتاج إلى مظلة الحماية الاجتماعية لكي يندمج في المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا أيضا، ويكون بالتالي مواطن صالح قادر على المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة ودفع التقدم في الدولة. وبالتالي هي مبادرة شملت جوانب كثيرة في الحياة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، أقصد الريف. وتم تقسيم، يمكن ده اللي بيميز هذه المبادرة أيضا يا أستاذ رفعت، أنه لأول مرة يكون في مبادرة بهذا الشكل بهذا الحجم تتناول الريف المصري الذي ظل مهمشا يمكن لسنوات طويلة، وكانت كل عوائد التنمية في الحضر في المدن الكبيرة الحضرية. أول مرة يتم الاهتمام بالريف المصري بهذا الشكل. الريف المصري 60% من شعبنا، يعني الريف المصري كما ذكرت حضرتك نسبة أكبر من الشعب المصري، وبالتالي نسبة الفقر فيه أكثر. الدولة نظرت للأمر على أن الناس الأكثر احتياجا قسمتهم ثلاث شرائح. من هو القرى التي تضم أكثر من 70% من سكانها فقراء، المرحلة الأخرى أو الشريحة الأخرى من 50 ل 70%، أقل من 50% أعطت الأولوية للي هم فوق 70%. هذا الأمر يعني أن نظرة الدولة لانتشال هؤلاء في مواكبة الأثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي التي دفعت ثمنها المواطن المصري في الريف وفي الحضر وفي كل حاجة، الدولة ترى أن هذا المواطن ساند الدولة في مسيرتها للإصلاح الاقتصادي وبالتالي أعطته أولوية. الريف هنا يحتاج إلى الكثير من الخدمات في المرافق، في العلاج، في التعليم، في كل نواحي الحياة. وبالتالي شملت هذه المبادرة حتى بناء الأسقف وترميم المساجد ورعايتها وبناء الفصول الدراسية التي استوعبت عدد كبير من التلاميذ من خارج المنظومة الخاصة بالمدارس الحكومية أو غيرها. وهكذا كانت امتداد حياة كريمة وأثرها التي جسدت بالمليارات لصالح المواطن الفقير في الريف بشكل أكبر. ولهذا كان لها أثر نفسي أيضا عندما يشعر المواطن في ريف مصر أنه الدولة مهتمة به، الحكومة مهتمة به، مبادرة رئاسية مخصوص علشانه. كل ده بيعزز قيم الانتماء عند المواطن في مصر. المواطن المصري من خلال هذه المبادرة وما يندرج تحتها من مبادرات أخرى فرعية وغيره
يشعر أنه غير مهمش وأنه بالزبط. ليس مواطن ثانوي داخل الدولة، وبالتالي هذه الحالة النفسية تنعكس على قدرته على الاندماج في المجتمع وعلى القيام بدور في التنمية المستدامة وعلى أن يصلح من حاله. هنا حضرتك المبادرة لا تعالج الفقر كصورة ظاهرة أو كحالة مؤقتة، ولكن تنطلق إلى علاج جذور المشكلة وأسبابها الأساسية والأصلية حتى ينصلح حال المواطن ويقوم بنفسه بتعليم أولاده، بإيجاد فرص عمل، بالمساهمة بشكل أكبر في قضايا المجتمع المختلفة، وبالتالي لا يكون مواطنا هامشيا ولا ثانويا. المبادرة أيضا مبادرة حياة كريمة يمكن عملت نقلة كبيرة في العمل الأهلي والتنموي وأيضا المدني، لأنه كل الجمعيات الأهلية بتتضافر مع بعضها في هذه المبادرة. يعني هو مش بس شغل دولة ولكن شغل مجتمع مدني بالتعاون الكبير جدا مع الدولة، هدف آخر من أهداف حياة كريمة. من سماتها الإيجابية هذه المبادرة هي التشاركية، مشاركة الجانب الحكومي مع المجتمع المدني، الجانب الحكومي بما لديه من دعم وخبرة وتوجيه في سياسات معينة تندمج وتتناسق مع السياسات العامة للدولة الاجتماعية والاقتصادية. أيضا المجتمع المدني يملك من الخبرات ويملك من الكوادر التي تقدم عطائها بدون مقابل، وهذا يخفض تكاليف الإنفاق في المبادرة. هذا التضافر في الجهود ما بين الجانب الحكومي وبين المجتمع المدني بكل جوانبه يؤدي إلى نجاح المبادرة، وبالتالي احنا شفنا يمكن في حديثنا السابق بنتكلم عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والعلاقة الكبيرة بينه وبين مبادرة حياة كريمة. مظبوط مظبوط تمام سيادة. فالمبادرة هنا من سماتها الإيجابية أيضا مشاركة المجتمع المدني، تعني اللامركزية في القرار، تعني توسيع دائرة المشاركة والمرونة والديمقراطية في تنفيذ المشروعات سواء خدمية أو استثمارية. يعني هو المبادرة ليست فقط مشروعات خدمية تقدم بشكل عشوائي، ولكن أيضا هذه المشروعات لها عائد وجانب استثماري في المستقبل إن شاء الله. لأن التنمية عايزينها مستدامة، ولهذا يجب أن يكون لها هذا المردود الاقتصادي أيضا. مزبوط. يا أستاذ رفعت، طيب يعني من ضمن أيضا يعني شمولية هذه المبادرة مبادرة حياة كريمة أنه قطاع الصحة هو داخل فيها أيضا بشكل كبير، وكل المبادرات الصحية على رأسها طبعا مبادرة 100 مليون صحة و100 يوم صحة وكتير غيرها، كلها دخلت وانضوت تحت مظلة هذه المبادرة الجامعة حياة كريمة. أيضا هذا اهتمام آخر بالريف المصري وصحة المواطنين في الريف المصري. الحقيقة فعلا هي قدمت قوافل وقدمت المبادرات اللي حضرتك ذكرتها ودعمت الوحدات الصحية في الريف وعملت أبحاث كتير ورعايات كتير صحية للمواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات الصحية، في انتظار أن يتم تدعيم ذلك في المستقبل من خلال مشروعات أخرى أو قوافل أخرى أو برامج خدمية أخرى خاصة في مجال الصحة، حيث أن التخلف هو له عناصره الثلاثة وهو الجهل والمرض والفقر، وبالتالي هذا في قلب المبادرة، أن تقضي على المرض وأن تقضي على الجهل بالتعليم وأن تقضي على الفقر بتقديم الحماية الاجتماعية كمظلة تساعد الفقراء والمواطنين الأكثر احتياجا. ويمكن في آخر حوارنا يا أستاذ رفعت، يعني عندما ذكرت في حديثك أنه الإصلاح الاقتصادي كان له أثار جانبية، يمكن الدولة انتبهت إلى هذا تماما، ولهذا ظهرت كل هذه المبادرات الرئاسية للتخفيف عن المواطن المصري، وطأت يعني الإصلاح الاقتصادي. ويمكن ده بيحصلش في دول كتير، أنه عندما تشرع الدولة في إصلاح اقتصادي ما فلا يعني فلا تضع بجانبه أو بالتوازي معه مظلة حماية اجتماعية. هو من الإيجابيات أن الدولة انتبهت لذلك مبكرا، وقام السيد الرئيس بمبادرته مما يقرب من 5 سنوات، وده أدى إلى دفعة قوية للمجتمع
سواء في الجانب الحكومي والوزارات والمحافظات المختلفة أو في على إطار في إطار المجتمع المدني، حيث قامت الجمعيات بجهود كبيرة بالتنسيق والتعاون مع الجانب الحكومي، وده كان التفات من الدولة لمساندة المواطن الذي يتحمل معها فاتورة الإصلاح الاقتصادي التي ستؤدي في النهاية إلى نتائج إيجابية بالنسبة للمواطن الذي يحظى بهذه الحماية، وإلى الدولة التي ستحظى بمواطن قادر على المساهمة في قضاياها وفي تنميتها. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد، ونراك على خير قريبا إن شاء الله. شكرا.